السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبيبي في مطبخ رشا الأهل الوصفات. طبعا احنا منزلناش وصفات بقالنا فترة كتيرة علشان كنت تعبانة شوية، والحمد لله قمت بالسلامة. فدلوقتي هنعمل مع بعض صوابع زينب. معايا هنا كوبايتين دقيق أبيض، هنزل بيهم وعليهم كوباية دقيق سمولينا، هقلبهم مع بعض وانزل عليهم معلقتين نشا. النشا بتدي لها ترميلة حلوة وبتخليها هشة. معايا معلقة سكر، معلقة السكر هنزل بيها في ربع كوباية مية، وادوب عليها ربع معلقة صغيرة خميرة. مكترش الخميرة عشان ناخد العجينة ما تنفش في الزيت منك وتفتح، فهدوب الخميرة في ربع كوباية مية عشان اعمل لها اختبار اشوف الخميرة شغالة معايا ولا لا. وانزل بثلاث معالق زيت على العجينة، حطيت نزلت بثلاث معالق زيت، اقلبهم مع بعض. ابدأ ابس العجينة زي ما تكون زي الرملة كده، وانزل عليها بالخميرة اللي انا مدوباها في ربع كوباية مية. دلوقتي انا اجي العجينه مع بعض، ومعايا نص كوبايه ميه اهي، انزل عليها بالعجينه. بالعجينه خدت كوبايه الا ربع ميه، ربع للخميره ونص عجنت بيه. ودلوقتي بعد ما عجنتها هسيبها ترتاح 10 دقايق ونرجع مع بعض تاني. وبعد ما سبت العجينه ارتاحت 10 دقايق او ربع ساعه، ابدا اكورها كور صغيره زي ما انتم شايفين كده. الحجم الصغير ده بعد ما خلصتها. عندك بقى مبشرة، اي حاجة عايزة تعملي اي رسم عليها، بس الافضل ان انا بجيب المبشرة اللي عندي دلوقتي. جبت الشباسة وجبت الناحية الناعمة اللي فيها وعملتها بالشكل زي ما انتم شايفين كده. خلصت الكمية اللي معايا كلها. دلوقتي هنجيب الزيت. خدي صوابع زينب يا حبايبي بعد ما طلعتها من الزيت، واخده معاكم اللون الذهبي الجميل، واكون مجهزه لها سيرب تقيله انزلها فيه. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ولا تنسوا الصلاه على الحبيب. قراءه ورد يوم من القران الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.